أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير. إطلالة جديدة في برنامج 120 في كل يوم جمعة وسبت الساعة 1 الظهر وحتى 3 العصر، واللي يركز على أبرز الأحداث المحلية في جميع مناطق وطننا الغالي، وأيضا القضايا الدولية لها في برنامجنا دقائق من 120 دقيقة. خلونا نبدأ كالعادة بأبرز عناوين اليوم. الفيروس الغامض يثير الرعب في الصين ويصل إلى أوروبا. سيدات سعوديات يتطوعن للغوص في أعماق البحر. أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير. إطلالة جديدة من برنامج 120 اللي يجيكم في كل يوم جمعة وسبت الساعة 1 الظهر وحتى 3 عصرا، واللي يركز على أبرز الأحداث المحلية في جميع وطننا ومناطق وطننا الغالي، وأيضا القضايا الدولية لها في برنامجنا دقائق من 120 دقيقة. خلونا نبدأ كالعادة بأبرز عناوين اليوم. الفيروس الغامض يثير الرعب في الصين ويصل إلى أوروبا. سيدات سعوديات يتعلمن الغوص في أعماق البحار. مجلس جامعة الإمام يوصي بإغلاق 5 أقسام في الدراسات العليا. كما تتابعون أيضاً، الشارع اللبناني يواصل احتجاجاته على حكومة دياب الجديدة. الحوثي يواصل انتهاك حرمة المساجد وقتل شعبه. استمرار المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط العاصمة بغداد. كما تتابعون أيضا، الزير يوثق في كتابه الخفجي أحداث وتاريخ منذ نصف قرن. شاب من ذوي الهمم يحصد جائزة الملك خالد. وقبل بداية برنامجنا ننتقل بكم مشاهدينا إلى الزميل سالم الخثعمي مع الموجز. إليك سالم. يعطيك العافية فيصل. الله يعافيك. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غدا الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور ولي العهد، وتشكل الرعاية الملكية تكريما لملاك وجمهور الإبل. وانطلق المهرجان في 15 من ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل، كما احتوى على سباقات الهجن بأشواطها 252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أنه لا يمكن التفاوض مع دولة تريد الدمار مثل إيران، وأضاف الجبير أن على إيران تغيير سلوكها قبل التفاوض. وأوضح الجبير أن المملكة تريد لحرب اليمن أن تنتهي عبر اتفاق سلمي دون هيمنة أي جانب على الدولة اليمنية. وأكد الجبير التمسك بحل الدولتين في القدس،
إقرارات مجلس عبر إقرارات مجلس الأمن موضحا عدم وجود علاقات للمملكة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل زيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل. ووصف ترامب خطته بالممتازة مشيرا إلى أنه يرغب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين سارعوا إلى تأكيد رفضهم لهذه الخطة. ذكرت وسائل إعلام عراقية أن مواجهات متقطعة وقعت بين القوات الأمنية والمحتجين، وأكدت مصادر أمنية عودة المصادمات بين المتظاهرين والقوى الأمنية على الطريق الحيوي في العاصمة العراقية وسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين بحالات اختناق إثر إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين يستقلون حافلات نقل جماعي أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين. أكدت وزارة الصحة الفرنسية 3 إصابة في أراضيها بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر أول مرة في مدينة أوهان الصينية، وكان الأشخاص 3 قد أقاموا في الصين ونقلوا إلى مستشفيات جنوب غربي فرنسا في باريس وقد اتخذت إجراءات لعزلهم. أعلنت وكالة فارس الإيرانية والتابعة لمكتب المرشد علي خامنئي عن حجب موقعها على الإنترنت، وبيّنت الوكالة عبر قناتها في التليجرام أن حجب موقعها تم بأمر من وزارة المالية الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة على إيران. هذه نهاية الموجز، والآن عودة للزميل فيصل. إليك فيصل. يعطيك العافية. في ليلة استثنائية شهدت محافظة المخوات منطقة الباحة حفل انطلاق مهرجان ربيع الباحة 41 اللي اشتمل فقراته على الشعر والفلكلور الشعبي والألعاب النارية. المزيد من تفاصيل هذا الموضوع في سياق التقرير التالي. وادي نوان من الأودية الجميلة بمنطقة الباحة وتحديداً بمحافظة المخوة في قطاع تهامة، يجتمع عشاق الأجواء الربيعية على ضفاف هذا الوادي وبجانب شلالاته الكثيرة، من أبرزها شلال الخراب الذي لا يهدأ بسبب وفرة مياه الأمطار في مثل هذه الأوقات. صراحة يعني جيت أستمتع بالأجواء هنا، والأجواء جميلة وزي ما انت شايف الشلالات وما شاء الله والمناظر الخلابة هنا والمنطقة خضراء، يعني تستحق العنوة صراحة اني اجي من مناطق بعيدة اشوف المنطقة دي. شلال الخرار مقصد لمحبي الطبيعة الساحرة، اذا وجد اهتماما من الجهات المعنية فلن تغتاله ايدي العابثين. اتمنى من الجهات ذات العلاقة الاهتمام به وفتح الطرق المودية إليه ووضع مثلا جلسات أو أماكن للعوائل. يتشارك الناس في 3: الماء، الكلاء، والنار، كلها اجتمعت بجوار شلال الخرار بوادي نوان. وهذا بعض من جمال قطاع تهامة بمنطقة الباحة. لقناة الإخبارية عبدالله الراشد، محافظة المخوة، الباحة.
بيكون عندنا إن شاء الله تعليق لهذا الموضوع، لكن نأخذ الخبر. تطبيقا لأهداف رؤية 2030 تشهد الجمعية الصناعية إنشاء مشروع شركة فوليا الفرنسية الهادف إلى تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة بالتغذية باستثمار نحو 375 مليون ريال. نتابع هذا التقرير التالي. بهدف تحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة لتغذية مجمع بلاسكيم للصناعات التحويلية بالجبيل 2، تنشئ شركة فيوليا الفرنسية للطاقة مشروعها في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة صدارة للكيميائيات من خلال معالجة مسارات النفايات الصناعية للشركة من بين نفايات أخرى واسترجاع الطاقة لتوفير البخار والتبريد والهواء المضغوط النقي للمجمع الصناعي. ويأتي المشروع تعزيزا للخطط الرامية لتقديم حلول طويلة الأمد لإدارة النفايات الصناعية بالمدينة. اليوم المحطة أول محطة في الشرق الأوسط تبنيها فيوليا باستثمار أجنبي 100 مليون تقريبا دولار في المملكة. المشروع تحويل المخلفات الصناعية إلى طاقة. تشوفون اليوم أمامكم المحطة ما عندنا مردم، تحقيق للرؤية، محافظة على البيئة في المملكة إن شاء الله. راح يتم توظيف فنيين ومهندسين سعوديين، 100 مهندس وفني سعودي. ويعتبر مشروع شركة فيوليا لتحويل النفايات الصناعية الخطرة إلى طاقة هو الوحيد بالمنطقة، ويمثل تغييرا لمسار قطاع الكيماويات في منطقة الجبيل، حيث سيكون له الفضل في تقديم حلول محلية تنافسية مستدامة يمكن الاعتماد عليها لإدارة النفايات الصناعية وتوفير خدمات المرافق الصناعية لمجمع بلاسكيم. باستثمار 100 مليون دولار فيولا الفرنسية تعيد استثمار النفايات الصناعية وتحويلها إلى طاقة لتغذية مجمع بلاسكيم للصناعات التحويلية بالجبيل 2. سيد الشهراني، الإخبارية، الجبيل الصناعية. وعودة المهرجان الباحة، ينضم معنا هاتفيا رئيس مجلس شباب منطقة الباحة الأستاذ حازم بن خالد الظهران. أستاذ حازم مرحبا فيك، حدثنا عن أجواء المهرجان في الباحة. أستاذ حازم تسمعني؟ أستاذ حازم يبدو أن في مشكلة في الصوت، نروح للخبر آخر حتى يجهز الاتصال. أشرف بخش شاب سعودي يعاني منذ 15 عام من مرض السمنة المفرطة اللي جعلته لا يغادر فراشه بسبب عدم تمكنه من الحركة جراء هذا المرض. طبعا هذا المرض مع زيادة الوزن كذلك معاناته من تشوه في الأطراف وعدم أيضا القدرة على الوقوف. شاهد التقرير التالي. تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عام إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا بعد فوزه على نظيره الأوزبكستان بهدف نظيف، وفي المباراة اللي جمعت الفريقين في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الآسيوية واللي تستضيفها تايلاند. بهذا الفوز يتأهل المنتخب السعودي المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي غدا الأحد على نهائي كأس آسيا تحت 23 عام، ويعد التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 عام. دعونا نشاهد.
مراحل مهمة في تعزيز تحقيق العدالة والنزاهة في المملكة، وذلك يأتي بعد دمج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤشر في عملية الإصلاح الإداري بهذا الجهاز. استمرار عمليات الإصلاح الإداري والتنظيمي في المملكة من أجل تمكين وحوكمة أجهزة القطاع العام، مرت عمليات الكشف والتحقيق عن ممارسات الفساد المشبوهة بعدد من المراحل، وتعددت الأجهزة الممارسة لذلك، وتكررت الجهود فيما بينها لتسبب هدرا في المال والجهد، وأصبحت كل جهة لها ثقافتها الخاصة وممارساتها المختلفة، إضافة إلى وجود فارق كبير بين الجهات المتعددة من حيث الكادر الوظيفي ونظام الحوافز والتأهيل والتدريب. كل هذه الأمور أوجدت الحاجة إلى ضرورة دمج هذه الجهات وإعادة إصلاحها لتواكب طموحات القيادة في رعاية مسيرة التطوير والإصلاح. مرت عمليات تطوير جهاز التحقيق في المملكة بمراحل حتى أصبحت أكثر ملائمة لتحقيق العدالة ورعايتها بين كل الأطراف إقرارا لمبدأ سيادة القانون. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام أمام الهيئة الجديدة وجهات التنظيم الإداري والقانوني في المملكة، مهام جسام لتحقيق العدالة والنزاهة وحمايتها من خلال صياغة نظام واضح للهيئة وفصل للسلطات وتحقيق النزاهة والعدالة للجميع وحفظ حقوق أصحاب المصالح، والاستناد إلى نظام قضائي مستقل يتيح عدالة التقاضي والكشف عن ممارسات الفساد. طبعا تكلمنا قبل عن حالة أشرف اللي قبل شوي اللي يعاني من السمنة المفرطة ومن 15 عام. طبعا ينضم معنا مصطفى عباس مراسلنا من المدينة المنورة. مصطفى مرحبا فيك، شرح لنا على الحالة مصطفى ومن البداية وحتى الوقت الحالي. تسمعني مصطفى؟ مصطفى تسمعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زميل الحبيب، نمسي عليكم كل خير وعلى السادة المشاهدين أينما كنتم، من هنا من مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك كما ذكرت نحن نقف في المدينة وتحديدا من أحد المنازل المجاورة للحرم النبوي الشريف للوقوف على الحالة الصعبة المستعصية لأحد أبناء منطقة المدينة المنورة الأستاذ أشرف بخش. هذا الأستاذ أشرف يعني زار المستشفيات عدة مرات وتم تشخيصه بالعديد من الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة له. فتم تشخيص كما ذكرت في التقرير السابق مرض فرط السمنة، كذلك ضمور في الأطراف الأربعة، كذلك مشكلة وصعوبة في التنفس أثناء النوم، وللأسف الأستاذ أشرف لا يقوى على الحراك ولا يستطيع التحرك وقضاء حاجاته سواء خارج المنزل أو داخله إلا عن طريق العربية المتحركة والكرسي المتحرك. سوف نأخذ قصة الأستاذ أشرف وهو يتواجد معي الآن في منزله ويحكي لنا ما الذي حدث له في المستشفى ولماذا لم يتم علاجه حتى هذه اللحظة. أستاذ أشرف نرحب فيك عبر القناة الإخبارية السعودية. يعني في البداية نسأل الله السلامة لكم وإن شاء الله الله يشافيكم ويعافيكم ترجعوا أحسن من أول، لكن حدثني في بداية القصة متى تم اكتشاف هذا المرض ولماذا لم يتم علاجه؟ حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه وزريته أجمعين. بداية المرض شوف أنا اللهم لك الحمد والشكر على قضاء الله وقدره. طبعا أنا الوحيد اللي الله خلقني كده من إخواني والحمد لله على كل حال. طبعا بدايتها كانت بداية عبارة عن لحمية وجودها داخل أنفي، وبعدين اكتشفوا انه مرة مؤثرة في صوتي ومؤثرة في نفسي دا وقووها والحمد لله على كل حال. وبعدها مرة عن مرة حالتي بدأت تزداد لدرجة لين ما شوي يقولوا انه عندي غدة، شوي يقولوا عندي نفسي، شوي يقولوا سمنة من الأكل، ألين ما شوي ألاقي نفسي مرة عن مرة ألين ما وصلت للمرحلة المتوسطة يا غالي، جسمي بدأ يستصعب حتى في دخولي للمدرسة خروجي للمدرسة. الحمد لله أني كملت دراستي المتوسطة ولما وصلت الثانوية ودخلتها والحمد لله، حتى لدرجة أولى ثانوي وقفت الدراسة بسوق في معايا بعد الله عز وجل إدارة المدرسة، رجعت كملت بعدين كلها بسبب
ضيق التنفس وجاتني حالات إغماء، بس واحد يقول الحمد لله. الحمد لله. طب عشر، قلت لي زرت العديد من المستشفيات سواء في الرياض أو في جدة أو في المدينة المنورة، وتقارير طبية يعني تتفق على هذا المرض، لكن ليش ما تم علاجك بالشكل الكافي؟ هل لا يوجد لديك علاج هنا داخل المملكة العربية السعودية مثلا؟ والله يا غالي على حسب وزارة الصحة على رأسها الله يحفظهم، هذا طبعا قضاء الله وقدره، أنا ما لومهم إنه قالوا لي مالك أي علاج هنا بالمملكة، درجة حتى التقارير الطبية وصلت لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز الطبية التخصصي بالرياض وجدة، العسكرية بالرياض وجدة، مستشفيات خاصة منها سليمان الحبيب المواساة، مستشفى أحد بالمدينة، مستشفى الملك فهد بالمدينة، بس واحد يقول الحمد لله. جميل. قالوا لي السبب إنه أنا عشان عندي التهاب حاد بالرئة، عندي الرئة ضعيفة جدا مؤثرة في الجهة في القلب الجهة اليمنى، وجسمي كله شوف أنا ما أخفي عليكم والله، هذه أنا أحمد الله وأشكر الله على قدر الله قدر، جسمي كده كله تقسمات، وهذه كلها ترى تخرج كل يومين ثلاثة يخرج منها دم، بس واحد يقول الحمد لله، فهذا هو السبب. جميل. هذا هو السبب. هل وعدوك وزارة الصحة أنه في لك علاج خارج المملكة العربية السعودية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أحد المراكز المتخصصة؟ ما وعدوني ولكن إحنا بحاولوا، وعدوني وزارة الصحة وحتى في ناس وعدوني أنه يوصل صوتي للديوان الملكي إن شاء الله، الله يفرج علي أنه يعني إيش يعالجوني برا خارج المملكة العربية السعودية. جميل. شوفوا تقارير شوفوا ده والله يفرجها، وأنا بنتظر الفرج من الله. خليني أختم معك، قلت لي طبعا ما عندك شغل الآن أشرف؟ لا، غير قادر على أمر ما أعمل، وزي ما أنت عارف يعني مرضي وتعبي ما عندي استطاع يعني بالعمل، أول كنت أعمل بس، ولكن واحد يقول الحمد لله، كنت تقريبا كنت مدرس قرآن اللهم لك الحمد والشكر، يعني كنت أمارس حياتي الطبيعية أكثر من 10 سنوات، كنت أدرس اللهم لك الحمد والشكر، واشتغلت كده تقريبا في كذا شركة تقريبا ما يقارب 8-9 سنوات الحمد لله، كنت طبيعي عادي بس برضو كنت بالأجهزة وعاني بالبركة ماشي يعني. بس خليني أختم معك، إيش تأمل وإيش يعني تتمنى؟ إن شاء الله يكون صوتك مسموع بإذن الله. والله أنا أتمنى أول شيء الشكر لله ثم للقناة الأخبارية السعودية، إنه اللي شافت معاناتي وسمعت معاناتي، وإن شاء الله أن صوتي يوصل بفضلها بإذن الله، إني أنا أوصل رسالة لملك الإنسانية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين أمير الشباب أمير الإنسانية وجه الخير وجه السعد، إنه أنا أتمنى من الله العلي القدير إنه الحل العاجل فضلا ليس أمرا بحل معاناتي. ممتاز. على الأقل رعاية، علاج، رعاية، إني أنا ما أحتاج رعاية، أنا في يوم وليلة في لحظة تلاقيني شوية منتفخ بالمويات، وشوية تلاقيني طيب، وشوية تلاقيني أغمى عليها وأنا يعني حتى في الحمام الله يكرمك يعني يغمى عليها. هذا الجهاز شوف يا غالي أنا ما أقدر أستغنى عنه، هذا في 24 تقريبا ما يقارب 10 ساعات 8 ساعات في النوم ما أقدر، هذا سحب الكربون ويعطيني يعني يوسع الشعوب الهوائية حتى أقدر أخذ راحتي من النوم الحمد لله على كل حال. وأنا أوجه الرسالة أعيدها أولا وأخيرا، إنه بإذن الله صوتي يوصل للقيادة ولأهالي الخير وعلى رأسهم الملك وأمير وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إنه إن شاء الله يشوفوا حل معاناتي الصحية والمادية، ونفسي والله أمنيتي إني أخدم ديني وبلدي ووطني، والله نفسي أمنيتي، وأنا الله رزقني بشيئين وإن شاء الله إنه يرزقني بالباقي، الشيئين اللي هو خطي جميل اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر، وصوتي جميل بكتاب الله العزيز اللهم لك الحمد والشكر، فيا رب يا رب صوتي يوصل صوت أشرف بخش إلى القيادة وللمسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على حالته الصحية الحرجة، كما نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقمك. كل الشكر لفريق طاقم الإخبارية الذي سلط الضوء على هذه الحالة الصحية المستعصية لأبناء المدينة المنورة، وهو واجب علينا تجاه المواطنين كوننا ننقل أصوات المواطنين عبر قنواتنا الإعلامية المختلفة. زميلي تفضل بالصوت والصور مرة أخرى. شكرا لك مصطفى، والله يشفيه ويعافيه رب العالمين، إن شاء الله صوته بإذن الله أنه وصل في هذا اليوم. نروح للخبر الآخر، منذ بدء تطبيق اللائحة العامة للذوق العام كان هناك ردود فعل مختلفة على اللائحة في ظل رصد الجهات الأمنية عدد من المخالفات في مدن ومناطق المملكة، فهل فعلا ستؤدي هذه اللائحة إلى تغير في السلوك الحضري للفرد؟ نتابع.
عمليات الضبط بقطاعات المملكة العربية السعودية بدأت قبل شهرين من اليوم بتسجيل مخالفات نظام الذوق العام على المخالفين، سواء في اللباس أو أي من السلوكيات التي نص عليها النظام الذي أقره مجلس الوزراء في شعبان الماضي. هذه اللائحة التي حدت من انتشار بعض السلوكيات المخالفة ورفعت من مستوى الوعي العام. صحيح خفت الظاهرة هذه يعني من ناحية الملابس خصوصا، ويعني تدريجيا قاعدة تخف إن شاء الله. صراحة لائحة جيدة وأتمنى تطبيقها أكثر. مرة بالنسبة للائحة مطبقة وتقريبا اندثرت الحالة هذه، شوفت الثياب النوم والأشياء هذه اندثرت تقريبا، يعني أقدر أقول شبه معدومة إلى أبعد حد إن شاء الله. بدأت تختلف بكثير، يعني اختفت عندك ظاهرة الثوب والقميص، قميص النوم، سلولة فنينة وأشياء منها، يعني عندك الهمجيات اللي كانت تصير على أيام هذيك، فالحمد لله الحين يعني بدأت تختلف الرأي وكثير. يعني هي لائحة صراحة جيدة ممتازة. يعني حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية أقلها 50 ريالا وأعلاها 3000 ريال، ولكن ما زالت هناك تساؤلات دقيقة حول المعلومات التفصيلية في مخالفات هذه اللائحة. والحديث عن لائحة الذوق العام ينضم معنا في الاستديو الأخصائي الاجتماعي الأستاذ محمد الحمزة. أستاذ محمد مرحبا فيك. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يحييك. أبغى أثر هذه اللائحة على المجتمع. الأثر قد لا نلحظه قريبا. هذه من الأشياء يا أستاذ فيصل اللي لها امتداد زمني طويل. طبعا احنا نتفق أن اللائحة هي نوع من أنواع الضبط الاجتماعي، هي توازي أو حتى ما توازي، هي احنا إذا كنا نتكلم عن التربية في الأسرة أو في المدرسة، إذا كنا نتكلم عن النظام الديني كأخلاقيات دينية، فحنا إذا شفنا لائحة الذوق العام فهي القانون الذي يؤطر هذه الأشياء كلها، القانون الذي يحدد الأشياء العامة. لذلك الأثر المباشر لها سنلحظه تدريجيا مع مرور الوقت. يمكن لاحظت يا أستاذ فيصل أنت والأخوة الجمهور مثل ما رأينا بعض التقارير قبل شوي، يمكن حتى كان في استنكار لبعض الفقرات أو غرابة أو 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 إلى آخره. طبعا احنا متيقنين جدا ان اللائحه ما صدرت الا بعد دراسات واستقصاء واستشارات عاليه واخذ اراء المختصين من كافه النواحي، سواء اجتماعيين، دينيين، قانونيين الى اخره. فلذلك اللائحه مهما كانت هي كلها 19 فقره تحدد لك الاطر العامه، لكن في الواقع أستاذ فيصل أن المفترض أن الشخص عنده أكثر من 19، هذه مجرد ضوابط عامة. يعني يمكن لو تسألني أنا الآن تقول وش اللي كان ودك يكون موجود فيها، أقول لك كان ودي مثلا يعني افترض فرض الغترة مثلا، لكن هل هذا يناسب ناس ثانيين؟ لا ما يناسبهم. طيب، فجعلت اللائحة وضعت عموميات وقواعد يمشون عليها الناس. كيف ممكن يعني يمكن أحد المشاكل اللي بتواجهها اللائحة وهذه اللي هو زيادة الوعي، هو عشان تبدأ بالضبط. يعني كيف نزيد الوعي؟ عندنا حاجتين مهمتين أو مسارين مهمين لزيادة الوعي. تعرف أغلب الناس يقول ما نعرف، ما كنت أدري. عندنا المسار الأول التعليم في المدارس، المربين، واضعي المناهج، واضعي خطط النشاط. فالتعليم يقع عليه عبء كبير في توضيح بنود اللائحة وتوضيح هذه الأخلاقيات وغيرها للنشأ من البداية، حتى ينشأ الطفل وينشأ الشاب على هذا الشيء ويعرف أن هذا هو نظام البلد. إن كان عندك نظام أخلاقي ممكن يكون عائلي أو قبلي أهلا وسهلا، ممكن يكون عندك نظام ديني معين أهلا وسهلا، أيضا هذا هو نظام البلد اللي الكل بيمشي عليه. هذا رقم واحد في التعليم تقع عليه عبء وضع مبادرات مختلفة ومتعددة. المسار الثاني هم الإعلاميين، يقع عليهم أيضا عبء كبير في تقديم مبادرات إعلامية لتوضيح اللائحة بشتى الطرق، تمثيلية، مقالة، تحقيق صحفي، لقاءات عامة إلى آخره. طيب، فالمسارين هذه هي المهمة في نظرنا. تعرف البرنامج عندنا الرتم سريع جدا. سؤالي أيضا، هل هذه اللائحة لها دخل في الذوق؟
تعرف الاذواق تختلف طبعا. خلنا يعني مثلا الواحد يشوف مثلا شماغ يقول هذا حد الذوق العام. خلنا نتفق انه مساله الذوق هي مساله نسبيه. اللي عندي ارى بس انت حطيتها قانون حلو، اللي ارى انا جيد انت ما ترى جيد صحيح. لكن اذا كان المشرع اللي في هيئه الخبراء او في الجهه المسؤوله عن اعداد هذه اللائحه اللي هي كانت مخوله بها وزاره الداخليه وهيئه السياحه، فاذا كان المشرع يرى ان هذه الاشياء هي المهمه خلاص هذا المشرع يريد هكذا، فعلينا الالتزام بهذا الشيء وفي نفس الوقت نعلم انها اطر كما ذكرت لك محدده. جميل. الاستاذ محمد الحمزه الاخصائي الاجتماعي شكرا جزيلا. يعطيك العافيه لتواجدك معنا. أهلا بكم مجددا في جولة إخبارية في ثلاث دقائق مع زميلي محمد الثماري. محمد إليك. يعطيك العافية فيصل. يعطيك العافية. مرحبا بكم مشاهدينا إلى موجز إخباري. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غدا الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور ولي العهد، وتشكل الرعاية الملكية تكريما لملاك وجمهور الإبل. وانطلق المهرجان في 15 من ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل، كما احتوى سباقات الهجن بأشواطها 252 شوط والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. أعلنت وزارة الإسكان إصدار أكثر من 150 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية. وتستهدف مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن السكن الأول تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة عبء مبلغ ضريبة القيمة المضافة عن الأسر. تمكنت قوات الجيش اليمني من فرض سيطرتها شبه الكاملة على جبل هيلان الاستراتيجي في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب بعد تحرير العديد من المواقع المحيطة بالجبل في عملية عسكرية كبيرة، وبإسناد من القبائل ورجال المقاومة التي استهدفت قواعد إطلاق صواريخ الميليشيا التي تقصف مدينة مأرب. أصدرت أمانة منطقة الرياض قراراً بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة، وأوضحت الأمانة أن الدهانات الأرضية ستكون بديلة عن عيون القطط والتطبيق تدريجي ويشمل إعادة السفلتة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية استفادت منها 50 أسرة من النازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديريتي مجزر بمحافظة مأرب. كما وزع المركز اليوم 1242 سلة غذائية في تجمعات بالقرى المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها أكثر من 7000 شخص. في نفس السياق قدمت العيادات الطبية الطارئة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لأكثر من 150 ألف شخص في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019 بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل. ووصف ترامب خطته بالممتازة مشيرا إلى أنه يرغب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين سارعوا إلى تأكيد رفضهم لهذه الخطة. إلى العراق، حيث ذكرت وسائل إعلامية أن مواجهات متقطعة وقعت بين القوات الأمنية والمحتجين، وأكدت مصادر أمنية عودة المصادمات بين المتظاهرين والقرى الأمنية على الطريق الحيوي في العاصمة العراقية وسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين بحالات اختناق إثر انطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع. وأفادت شهود عيان بأن مسلحين يستقلون حافلات نقل جماعي أطلقوا الرصاص الحية على المتظاهرين. انتهى موجزنا السياسي، والآن عودة إلى زميل فيصل. إليك فيصل. شكرا.
توصية بإغلاق 5 أقسام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تثير الاستياء عدد كبير من الطلاب. وجاءت هذه التوصية من المعهد العالي للقضاء بإغلاق الأقسام 5 في الدراسات العليا بالمعهد، والرفع أيضا بالتوصية لوزارة التعليم لإقرارها. والأقسام المتوقع إغلاقها هي القضاء التجاري والجزائي والمالي والعمالي والإداري وقضاء الأحوال الشخصية أيضا التي افتتحت في عام 1433. كما أبدأ طلاب الدراسات العليا استياءهم من تلك التوصيات متسائلين عن سبب هذه التوصية. يذكر أن تلك الأقسام تم افتتاحها بموافقة من المقام السامي على عام 1433، مؤكدين أن بقاء تلك الأقسام سيسهم في تحقيق رؤية 2030 وسد حاجة التدريب وتطوير القضاء النوعي المتخصص. وحول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الطحيني. دكتور أحمد مساك الله بالخير. أقسام افتتحت في عام 1433 تقريبا من 7 سنوات، هناك يعني استغراب، يمكن أنت أوصل لك الاستغراب هذا عن سبب إغلاق هذه الأقسام اللي افتتحت قريبا. أيضا الأقسام نفسها يعني بشكل أو بآخر مطلوبة في السوق، يعني التجاري وغيره. أهلا بك أخي فيصل، أحييك وأحيي المشاهدين. شكرا بداية يعني على إعطائنا الفرصة لإيضاح الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ طبعا في البداية، دعني أعطيك فكرة بالنسبة لسؤالك عن التوصية يعني الأخيرة الصادرة بإغلاق الأقسام. دعنا في البداية نتحدث عن المعهد نفسه وأهمية المعهد كمعهد عالي للقضاء، الذي هو ليس كباقي الكليات والمعاهد، بل أنه له خصوصية في تأسيس وإعداد قضاة أكفاء لتولي مناصب القضاء. وكما طبعا وهذا أسس بمرسوم الملكي رقم 4 بتاريخ 1385 في 13 من الشهر الثالث. طبعا هذا أيضا المعهد يمنح درجة الماجستير وكذلك الدكتوراه. بالنسبة لدرجة الماجستير أتت بقرار مجلس الوزراء رقم 349 بتاريخ 1388 في 27 من الشهر الثالث. وقبل 8 سنوات كما تفضلت أيضا جاء سامي كريم بالرقم 41796 بتاريخ 13 رمضان 1433 للهجرة، بأن يكون هناك تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن مما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء والعوان. بالنسبة لما يخص التوصية الصادرة والاستياء الذي ذكرته، طبعا أنا أؤكد لك أنه لا يوجد استياء بل مباركة من الطلاب، وتأييد لهذا القرار والاستطلاع عادة يكون من قبل المعنيين من القضاء والطلاب لا من خارج المعهد. وسأسرد لك الأسباب التي أو ما عشان ما عاد عندي وقت كثير أحمد، تفضل. طيب جميل. بالنسبة للتوصية طبعا صدرت من مجلس المعهد العالي للقضاء والموافق عليه من مجلس الجامعة، ومرت بعدة يعني طرق وخطوات علمية أكاديمية ونظامية. طبعا سبق ذلك عقد جلسة للمجلس الاستشاري للمعهد العالي للقضاء المؤسس بالأمر السامي الكريم رقم 41796 في عام 1433 برئاسة طبعا معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد العامري، وكذلك عضوية ونائب الرئيس فضيلة عميد المعهد وعضوية مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز، وكذلك ممثلين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والمحكمة العليا والديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة. يعني بعبارة أخرى أن هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة وبعد إشراك جميع الجهات العدلية ذات العلاقة، وتبين بأن الأقسام الحالية لا تخدم سوق العمل، بل أوصوا بأن يجب من مراجعة الوضع الحالي. وأؤكد لك بأن الطلاب لن يتضرروا، ولم يتضرروا بهذه التغييرات، بل أن البرامج مستمرة والطلاب مستمرين في دراستهم في البرامج. هو فقط مجرد يعني للتوفير المالي وللتأكد بأن هناك شمولية تضمن تأهيل القضاة
بالشكل الجيد مما يتطلبه السلك القضائي والمرفق القضائي. وهذا هو المهم دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك. ما عاد عندي وقت، معلش العذر السموحة. دائما في أخبارنا ورتمنا في البرنامج دائما يكون سريع. شكرا لك دكتور أحمد الطحيني. تسلمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شهادة استحقاق لتنفيذ ناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة من لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة، إذ تم منح مدينة الرياض الشهادة باعتبارها من المدن العالمية اللي تقدم مساهمات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء، وتستطيع أن تقيس التقدم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة، وهو ما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وجاءت الرياض ضمن 5 مدن منحتها اللجنة هذه الشهادة من بين 100 مدينة على مستوى العالم. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستديو الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرحمن المرشد. استاذ عبد الرحمن مساك الله بالخير. يا هلا والله استاذ فيصل. يا هلا وسهلا. كيف تعلق على هذا الخبر؟ طبعا المملكه العربيه السعوديه من المملكه بشكل عام يعني من الدول حقيقه اللي اخذت بمبدا التنميه بمبدا التطور التكنولوجي، ولذلك نلاحظ انه يعني اضافه الى مدينه الرياض هناك العديد من المدن ايضا لها قصب السبق في هذا الموضوع. مثلا نتكلم عن مكه، نتكلم عن المدينه، نتكلم عن الاحساء، نتكلم مثلا عن جده، وبالذات انا بركز على مكه، يمكن هي حقيقه من الدول من عفوا من المدن المهمه في المملكه العربيه السعوديه اللي فعلا لها قصب السبق في موضوع التحول إلى المدن الذكية، وهذا أكدت عليه المملكة العربية السعودية واهتمت فيه لأجل خدمة الحجاج والمعتمرين، لأجل خدمة حجاج بيت الله. فلذلك يعني لا نستغرب حصول يعني مدينة الرياض الآن أيضا وهي حقيقة من أهم العواصم على مستوى العالم أنها حصولها على هذه الجائزة المهمة لتؤكد أن فعلا أن هذه المدينة من أهم العواصم على مستوى العالم. لو جينا مثلا هنا في مثلا في العاصمة الرياض نجد أنه مبدأ التقنية أو مبدأ الاهتمام بالتكنولوجيا موجود هنا عندنا في المملكة. إن جيت مثلا على مستوى الخدمات الإلكترونية، إن جيت على مستوى مثلا التعليم، إن جيت على مستوى الصحة، وهذه على فكرة من الاشتراطات المهمة لتحقيق المدن اللي هي درجات متقدمة في موضوع المدن الذكية، اللي هو التعليم، اللي هو الصحة، اللي هو استخدامات سرعة استخدام النت، اللي هو الواي فاي المجاني. كل هذه اشتراطات مهمة الآن موجودة في مدينة الرياض وأيضا عدد من المدن في المملكة العربية السعودية. لو تحدثنا مثلا استاذ فيصل مثلا عن التعاملات الالكترونيه بشكل عام على مستوى المملكه العربيه السعوديه، الان مثلا كثير او اغلب تعاملاتنا الان جيت مثلا على مستوى الجوازات، جيت على مستوى مثلا تعاملات وزاره الداخليه، جيت مثلا على كثير من التطبيقات احنا نستخدمها الكترونيا خلاص، وانت جاهز وانت موجود في البيت يمكن عن طريق اللابتوب عن طريق الجوال تخلص اشغالك. طيب ممتاز. الحين ما عاد بقي معي الا دقيقه، برضو اسال عن الآن وصلنا لهذه النقطة في الرياض، وين نبي نوصل؟ كيف نتطور أكثر؟ إن شاء الله. طبعا شو المطلوب؟ المطلوب طبعا أنه الآن مدينة الرياض الآن تقريبا حققت نسبة كبيرة من التحول إلى مدينة ذكية. الآن التطور موجود والتقنية متطورة متسارعة، فلذلك مدينة الرياض والمملكة العربية السعودية بشكل عام قاعدة تأخذ مبدأ التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا. الآن البنية التحتية الآن لابد أن يتم أيضا إضافة وتزويد ويعني حقيقة الاهتمام بالبنية التحتية لأن تكون البنية التحتية كلها من نظام تكنولوجيا المعلومات. وكل هذا ما تسعى له المملكة العربية السعودية وليس مدينة الرياض، بكافة المدن، وأنا أركز على مكة والمدينة لأنها فيها خدمة كبيرة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك لوجودك معي.
تختتم اليوم في الرياض مسابقة أرتاثون المخصصة للفن القائم على الذكاء الصناعي اللي استمرت 3 أيام لتعزيز الوعي بالذكاء الصناعي من خلال الفنون ومجالات التصميم. وتعد المسابقة إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الصناعي، حيث تجاوز عدد المتقدمين للمسابقة 2000 شخص من أكثر من 45 دولة. جرى اختيار 300 مسابق ومتسابقة من بينهم، وتهدف المسابقة إلى دمج مجموعة من الفنانين الرقميين وخبراء الذكاء الصناعي في شكل فرق لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء الصناعي، لاختيار أفضل 10 أعمال فنية لعرضها في معرض فني بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020 اللي تعقد في الرياض نهاية مارس المقبل. من الأخبار الدولية نبدأ مع الملف اللبناني. باشرت الحكومة الجديدة إعداد صياغة لبيانها الوزاري اللي على أساسها ستمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، اللي يأتي على وقع تعزيزات أمنية غير مسبوقة بالجدار الإسمنتي على المداخل الرئيسية لمجلس النواب وأسرار الحكومة. على أساس بيانها الوزاري تمثل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل مبدئيا لنيل الثقة أمام المجلس النيابي، واجتماعات إعداد هذا البيان انطلقت في جلسات صباحية ومسائية لإنجازه سريعاً. كل الحكومات المتعاقبة اعتادت على تضمين بيانها الوزاري الكثير من الوعود التي لا تتحقق، وهذا هو التحدي الأكبر اليوم لحكومة حسن دياب المثقلة بالملفات المصرية ولا سيما اقتصادياً ومالياً. الداخل يرفضها فيما الخارج يتريث بالحكم عليها. الناس ينتظرون منا عملا، يجب أن نعتمد الحقائق والوقائع في البيان وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يكون البيان الوزاري حبرا على ورق. وفي ظل التحركات الاحتجاجية المستمرة أمام المجلس النيابي، اتخذ القرار بإقفال مدخله الرئيسي بجدار إسمنتي، كما عزل البرلمان بتدعيم كل المداخل المؤدية إليه بالألواح الحديدية المصفحة والعوائق الإسمنتية. هو مجلس الشعب كله، يعني عم تحموا النواب من مين؟ احنا مش اسرائيل ولا حدا جايين نقتل، جايين بس نطالب بحقوقنا، يعني حقوق مطالب إلنا، يعني ما عم نطالب بشيء اكثر من هيك. لشو عم تحطوا جدار ومن جوا في حديد واسلاك؟ يعني اذا بحطوا مش حياه 3 مليار حياه بيقدروا يشيلوه الشباب. نحن جايين هون بس المية لنوصل صوت انه هيدا الشيء عم تعملوه غلط ضدنا. نحن لبنانيه، كنا نحن او القوى الامنيه، نحن لبنانيه مثلنا مثلهم. وليس فقط في محيط مجلس النواب، بل إن التعزيزات الإسمنتية رفعت عند المدخل الرئيسي للسراي الحكومي. جدار الفصل يرفع بين الشارع المنتفض ومجلسي النواب والوزراء، جدار يعيق أي احتكاك بين الجانبين، وهو في المقابل أيضا يمنع أي تواصل محتمل بينهما. مرسل كرم، الإخبارية، بيروت. وقع وفد الحكومة الانتقالية السودانية ووفد أيضا الحركة الشعبية المسلحة على اتفاق السلام الإطاري الذي يشمل بنود الترتيبات الأمنية ونظام الحكم في جوبا عاصمة جنوب السودان. شهدت جوبا عاصمة جنوب السودان وبحضور رئيس البلاد سلفا كير مياردات توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركة الشعبية جناح مالك عقر، والتي تتفاوض حول ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إن توقيعنا على الاتفاق السياسي واتفاق الترتيبات الأمنية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقر إنما تؤكد على صلابة عزيمتنا ومتانة شراكتنا من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يغير من حياة الناس ويؤسس لعهد خال من العنف والظلم والتهميش. الحركة الشعبية أعلنت التزامها بتوقيع الاتفاق النهائي قبل منتصف الشهر المقبل، وتعهدت بالعمل مع المكونين العسكري والمدني في الحكومة لبناء واستقرار السودان، استقرار بات قاب قوسين أو أدنى،
بعد أن قطعت المفاوضات مع الحركات الأخرى شوطا كبيرا، وينتظر أن تسفر عن اتفاقات مماثلة خلال الساعات أو الأيام المقبلة. ونحن بتوقيعنا على هذا الاتفاق نزع إلى شراكة فاعلة ومنتجة مع مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري. مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بجوبا تمضي بشكل جيد في جميع المسارات، وتعتبر تنفيذا عمليا للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة ضد النظام المعزول، والتي خصصت الأشهر الأولى للسلام. سلام إذا تم يعني تحول فاتورة الحرب إلى التنمية وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بعد سنوات من التشرد. فرحة كبيرة في الأوساط السودانية بتوقيع الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية، فرحة آتت لوقف الحرب واستعداد أبناء السودان للعمل معا من أجل رفعة واستقرار البلاد. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، الخرطوم. تاريخ طويل لميليشيا الحوثي في استهداف المساجد وانتهاك أيضا صارخ لحرمتها يعيد للأذهان فعل داعش في حوادث إرهابية مختلفة. هجوم حوثي جديد يطال المساجد في اليمن، هذه المرة مصلى في دمار يضم جنودا يمنيين ومدنيين. انتهاك صارخ لحرمة المساجد يعيد للأذهان فعل داعش في حوادث إرهابية مختلفة، لكن الحوثيين فعلوها منذ أول طلقة تمردية على الدولة اليمنية في عام 2013. رفعت الميليشيا من حدة عدوانيتها على المساجد في المناطق التي تسيطر عليها تفخيخا وتفجيرا لإسكات الصوت التنويري الذي عرى الحركة الحوثية على مدى عقود. ففي مديرية كتاف هز انفجار ضخم دمر أحد أكبر المساجد والمراكز العلمية في دماج بعد أن فخخته ميليشيا الحوثي، وتكرر الأمر في مديريات عمران رافعين شعار الصرخة الإيرانية. وفي مديرية همدان شمال صنعاء كان التفجير المرعب لأحد أكبر مساجدها وللعديد من المساجد في مديريات ومحافظات يمنية أخرى فجرتها الميليشيات الحوثية، ووثقت عناصر الميليشيا عمليات التفجير بالصوت والصورة إمعانا في استفزاز المجتمع وإشباعا للحقد التاريخي على اليمنيين. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استنكر انتقام الحوثي لمقتل سليماني من خلال جريمة إرهابية على بيت من بيوت الله. للحديث عن الملف اليمني انضم معي في الاستديو الباحث السياسي الأستاذ علي عزي. أستاذ علي مرحبا فيك. ميليشيا الحوثي في انتهاكات كثيرة قاعد نقرأ أخبارها يعني على مستوى العالم، لكن المنظمات الحقوقية يعني وكأن هناك صمت على أفعالهم المشينة. أهلا ومرحبا بك وتحية لك ولكل ضيوفك الكريم ولكل جمهورك الكريم والمتابعين. الحقيقة ميليشيا الحوثي تواصل الاعتداءات على كل المواطنين وتواصل في وتقتل أبناء الشعب اليمني بكل بمختلف وسائل القتل، سواء من تهجير، كل وسائل القتل التي يمكن أن تستخدمها سواء في إراقة الدماء، قطع المرتبات، انتهاك الحقوق، في التجهيل، في كل ما يمكن أن تمارس به من قتل على اليمنيين. كل ما يمكن أن تمارس به من قتل على اليمنيين تقوم به دون أي رادع. ليه المواطنين استهدافهم للمواطنين والمساجد والسبب؟ الميليشيا الحوثية الانقلابية تقوم على فكرة الموت والقتل والدم، حتى الشعار الحوثي إذا جمعت الشعار الحوثي من بدايته إلى نهايته هي الموت لأمريكا، الموت كذا، إذا جمعت نهاية الحروف كلها تنتهي بالدم. شعارها شعار الموت، شعار القتل، شعار من يخالفني ما أريكم إلا ما أرى، ومن يخالفني الرأي القتل، إما أن أحكمكم أو أقتلكم. ممتاز. هنا أرجع لسؤالي الأول، هناك صمت للمنظمات العالمية على انتهاكاتهم. للأسف الشديد صحيح هذا الكلام صحيح، يعني هناك صمت مخزي بل ومتواطئ. لماذا؟ ومتواطئ. الميليشيا الانقلابية هي لها شعار الموت لأمريكا، وهي موالية لكل الموت لإسرائيل وتقتل اليمنيين، يعني هي لديها منظم يعني شغل مع هذه المنظمات وفاتحة خطوط على أعلى المستويات، وشعاراتها في تخالف على ما يجري على أرض الواقع وتقتل اليمنيين وتنادي بالموت لإسرائيل ولهذه بين هذه المنظمات على عموما. يعني هناك منظمة مؤخرا اتهمت منظمة تقودها حوثية في واشنطن بسرقة أو باختلاس 700 ألف دولار، هذا الكلام كان يوم أمس.
الميليشيا الحوثية الانقلابية حتى وهي والمنظمات الأممية والمحلية تتواطأ معها تخالف كل شيء، لا يهمها لا رؤية سلام ولا رؤية للمجتمع اليمني ولا للواقع اليمني، وبإمكانها أن تعمل كل شيء دون مبرر ودون وازع ودون رادع، ليس لديها ضمير ولا تخاف من أحد. أستاذ علي عزي شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذا. شكرا لك. شوي بس للحديث عن الحديث عن أفلام السينما في المملكة لهذا الأسبوع نستضيف معنا المهتم في الأفلام السينمائية الأستاذ راكان الشايع. أستاذ راكان مرحبا فيك. يعطيك العافية، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. الله يحييك. يعني أبي رأيك بال بوك أوفيس الخاص الأسبوع. البوكس أوفيس زي ما نعرف أنه يتحدث بشكل أسبوعي كل يوم اثنين أو كل يوم أحد بعد نهاية الويكند، فكل مرة تطلع أفلام وتنزل أفلام. أنا كنت محضر التوب 10 ولكن لضيق الوقت راح نتكلم فقط عن الأفلام الخمسة الأولى في قائمة البوكس أوفيس. خامسا هذه عندنا في المملكة، عندنا حول العالم بشكل عام يعني. خامسا حل فيلم ستار وورز The Rise of Skywalker، حقق إيرادات أكثر من مليار دولار على مستوى العالم. هذا الفيلم من إنتاج استوديوهات ديزني. استوديوهات ديزني هذه السنة سنة 2019 مو 2020 أنتجت تقريبا عدد من الأفلام، ثمان أفلام من أفلام ديزني دخلت قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقا للإيرادات بسنة 2019. مجموع إيرادات أفلام ديزني بلغت 9.9 مليار دولار حول العالم، ورقم كبير وضخم جدا. لعل أبرز هذه الأفلام كان Avengers Endgame
اللي اكتسح كل هذه الأرقام ووصل ل 2.4 مليار دولار على مستوى العالم. في المركز الرابع فيلم جومانجي ذا نيكست ليفل بعد 6 أسابيع من عرضه بصالات السينما حقق 714 مليون دولار على مستوى العالم. في المركز الثالث كان دوليتل، هذا الفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور. روبرت داوني جونيور يعتبر هذا الاختبار الأول خارج أفلام عالم ديزني وعالم مارفل بعد شخصية آيرون مان اللي نقدر نقول أنه ما لها وجود مستقبلا في أفلام مارفل بعد فيلم إند جيم، وكان اختبار حقيقي لروبرت داوني جونيور هل ممكن يخرج من عباءة شخصية آيرون مان لفيلم آخر أم لا. الفيلم كنقديا ما حقق تطلعات النقاد، ولكن حقق نجاح على مستوى البوكس أوفيس 61 مليون دولار. كذلك في المركز الثاني فيلم 1917 اللي يتكلم عن الحرب العالمية الأولى، هذا الفيلم مرشح لعشر جوائز أوسكار هذا الموسم، موجود الآن بصالات السينما، حقق 151، أنا عارف أنه ما في وقت، 151 مليون دولار. الفيلم الأول Bad Boys for Life اللي يعتبر الفيلم الثالث بهذه السلسلة. شكرا جزيلا ركان، يعطيك العافية، معليش تسمح لنا على الوقت، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. اهلا بكم مجددا، وتذكير باهم عناوين برنامجنا في ساعتنا الثانيه. الفايروس الغامض يثير الرعب في الصين ويصل الى اوروبا. سيدات سعوديات يتعلمن الغوص في اعماق البحار. مجلس جامعه الامام يوصي باغلاق 5 اقسام في الدراسات العليا. كما تتابعون أيضا، الشارع اللبناني يواصل احتجاجاته على حكومة دياب الجديدة. الحوثي يواصل انتهاك حرمة المساجد وقتل شعبه. استمرار مواجهات ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط العاصمة بغداد. وتتابعون أيضا، الزير يوثق في كتابه الخفجي أحداث وتاريخ منذ نصف قرن. شاب من ذوي الهمم يحصد جائزة الملك خالد. وقبل بداية الساعة الثانية ننتقل بكم مشاهدينا إلى زميل محمد مع الموجز الإخباري، إليك زميل محمد. يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غدا الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور ولي العهد، وتشكل الرعاية الملكية تكريما لملاك وجمهور الإبل. وانطلق المهرجان في 15 من ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل، كما احتوى سباقات الهجن بأشواطها 252 شوط والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية استفادت منها 50 أسرة من النازحين جراء الهجمات اللحوثية المسلحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب. كما وزع المركز اليوم أكثر من 1242 سلة غذائية في تجمعات بالقرى المحاذية لمحافظة صادع، استفاد منها أكثر من 7000 شخص. وفي نفس السياق قدمت العيادات الطبية الطارئة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لأكثر من 150 ألف شخص في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال العام 2019 بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل. وصف ترامب خطته بالممتازة مشيرا إلى أنه يرغب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
الذين سارعوا إلى تأكيد رفضهم لهذه الخطة. وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق أن ترامب سيلتقي نتنياهو في البيت الأبيض لبحث تطورات عملية السلام. ذكرت وسائل إعلام عراقية أن مواجهات متقطعة وقعت بين القوات الأمنية والمحتجين، وأكدت مصادر أمنية عودة المصادمات بين المتظاهرين والقوى الأمنية على الطريق الحيوي في العاصمة العراقية وسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين بحالات اختناق إثر إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع. وأفاد شهود عيان بأن مسلحين يستقلون حافلات نقل جماعي أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين. أكدت وزارة الصحة الفرنسية ثالث إصابة في أراضيها بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية. وكان الأشخاص الثلاثة قد أقاموا في الصين ونقلوا إلى مستشفيات في بوردو جنوب غرب فرنسا وفي باريس، وقد اتخذت إجراءات لعزلهم. وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنياس بيزون في مؤتمر صحفي عن أول حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا. وقالت بيزون إن هاتين الحالتين هما أول حالات إصابة في أوروبا، لافتة إلى أن هناك حالات أخرى ستظهر على الأرجح في البلاد. يذكر أن فيروس كورونا المكتشف حديثا أثار القلق الشديد لأنه ما زال مبكرا للغاية تحديد حجم خطورته ومدى سهولة انتشاره، وتشمل أعراضه الحمى والصعوبة في التنفس والسعال. والآن انتهى موجزنا السياسي وعودة لزميل فيصل الشرهوب. إليك فيصل. شكرا محمد. انطلقت فعاليات ملتقى البراحة 2 في محافظة القطيف واللي بتستمر لمدة 9 أيام على أرض ساحة القلعة بوسط المحافظة. كما يشارك في الفعاليات أكثر من 50 أسرة منتجة و100 متطوع. ويضم الملتقى عددا من الفعاليات كالبيت القطيفي القديم والجلسات الحوارية لمختلف الشخصيات القطيفية والمقتنيات أيضا والتحف المنحوتة الخشبية أيضا وبراحة الحليب والسوق. فعاليات تنظم بلدية المحافظة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف. وتنضم معنا من القطيف مراسلتنا هدى الغامدي. أهلا هدى، كلمينا عن الفعالية والأجواء فيها في الفعاليات عندكم. يا هلا فيصل، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. بالفعل كما تفضلت نتواجد في محافظة القطيف وتحديدا في ملتقى البراحة. الملتقى هذا اللي تنظمه بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع لجنة التنمية الأهلية بالقطيف. ملتقى البراحة يأتي في نسخته الثانية هذا العام. قد يتساءل البعض لماذا سمي البراحة. معنا الأستاذ أمين الزهيري ضيفنا في هذه الفقرة يشرح لنا أكثر عن الملتقى وعن الفعاليات المتواجدة. وكما تفضلت يا فيصل أنه فيه تشارك فيه 50 أسرة منتجة. يسعد مساك أستاذ أمين. يعطيكم العافية وشكرا على هذا الحضور الجميل والتغطية الرائعة. أستاذ أمين، لو تكلمنا أكثر عن ملتقى البراحة 2 وماذا يضم؟ البراحة 2 طبعا هو براحة 2 إلى 1 اللي سبقه، وهو يقع على منطقة براحة الحليب. الاسم في الأصل هو البراحة الحليب. براحة الحليب هي المنطقة اللي داخل مسورة القلعة اللي بنيت على آثار العثمانيين، وهي قلعة حقيقية كانت مسورة، وكان فيها منطقة ساحة تحضر، يعني هي ساحة تراثية اقتصادية اجتماعية يتكون فيها الاقتصاد يرأسها وبعدين ننزل إلى. فلذلك هذا المكان اللي احنا موجودين فيه البراحة 2 هو مركز اقتصادي للأسر المنتجة زي ما ذكرت قبل شوي 50 أسرة، إضافة إلى الحياة الاجتماعية والألعاب الشعبية، بالإضافة والأهم هي المقتنيات والمتاحف والبيوت القطيفية اللي بنيت على نفس الطراز لهذه المنطقة. حيكون فينا البيت القطيفي القديم صحيح؟ أو المتحف القطيفي. لو تكلمنا أكثر عن الجلسات الشعرية اللي حتكون موجودة في هذا الملتقى؟ أيوة أكيد. يعني البيت القطيفي طبعا كل نموذج سعودي إلى نمط مختلف عن الآخر. البيت القطيفي موجود في هذه الساحة بشكل جميل بمكونات الحقيقية، يعني حتى بالتمثال اللي تشبه الأم والأب، في كل الحاجات موجودة إن شاء الله. إضافة إلى 3 أو 4 متاحف
من مشغولات ومحتويات ومقتنيات قديمة إلى أهل القطيف وما جاورها. والأهم من ذلك يعني أن الأبواب راح تفتح اليوم إلى الناس ليروا القلعة هذه اللي احنا نتكلم فيها متجسدة في ديكور سوينا طبعا فنان هو فوتوغرافي أكثر من 50-60 سنة غطى هذه المنطقة قبل وبعد انتهائها. المنطقة هذه القلعة اللي احنا موجودين فيها كم عمرها؟ هي مفترض يعني أكثر من 150 إلى 200 سنة، وبراحة الحليب هي الجزء الرئيسي للملتقى أهل القلعة بشكل كامل. يعني هي المنطقة يعني خلينا نقول المركزية هذه كانت في منطقة القطيف. كم تتوقع أن يكون عدد الزوار في هذا الملتقى؟ والله نتوقع الضعفين عن العام الماضي، مش الضعف، الضعفين. العام الماضي تجاوزنا يمكن 17 إلى 18 ألف خلال 3 أيام، فهذا العام إن شاء الله نوصل إلى 25 إلى 30 ألف إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ أمين الزهيري. يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذا الحضور، شكرا جميلا. العافية. كما تفضلنا قبل قليل الملتقى سوف يستقبل زواره من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء كل يوم لمدة 9 أيام، وبالنسبة للفترة الصباحية راح يكون في زيارات مدارس ولكن لابد من التنسيق المسبق مع الملتقى. شكرا لك هدى. تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عام إلى أولمبياد طوكيو 2020 رسميا بعد فوزه على ظهري الأوزبكستاني بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفريقين في دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الآسيوية اللي تستضيفها تايلاند. بهذا الفوز يتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي غدا الأحد على نهائي كأس آسيا تحت 23 عام. ويعد التأهل إلى الأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 عام. دعونا نشاهد. ينضم معنا في الاستديو اللاعب الدولي السابق وكابتن نادي النصر المنتخب السعودي يوسف خميس. كابتن يوسف مرحبا فيك. ترى تسمح لي احنا ضيوفنا يعني 3 دقائق كذا يعني من حد منهم، بس هذا نظام برنامج. تكلمنا على الانجاز هذا، كيف ممكن انا اشوف اهم نقطة الان، كيف ممكن نحافظ على هؤلاء الابطال حتى يستمروا للمنتخب الأول بدل ما نفقدهم مثل بعض يعني الإنجازات اللي شفناها في السابق للمنتخب الشباب وغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر استضافتكم وعلى فكرة أنا معكم في البرنامج الرياضي في منتصف الأسبوع وتعودنا على هالأمور. لكن أول شيء الشكر الجزيل للقيادة الرياضية وعلى رأسهم أمير الشباب صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومتابعتهم الدائمة، وأيضا الاتحاد السعودي الرئيس ياسر المسحل موجود الآن في تايلند ويمكن هو أول واحد موجود هناك ومعله، والمشرف على الفئات السنية اللي هو الدكتور خالد المقرن عضو مجلس الإدارة، الموجودين كلهم السعوديين الموجودين هناك كل الشكر والتقدير لهم. احنا الان المفروض الاتحاد السعودي عن طريق الهيئه العامه للرياضه يتبنى هؤلاء اللاعبين واعدادهم. احنا الان وصلنا باذن الله لطوكيو، نبغى الان الشيء الثاني المشرف ان احنا في طوكيو نظهر بمظهر مختلف كليا، لا يصير مثل ما حصل في منتخب الشباب، ظهرنا بظهر جيد وفزنا بكاس اسيا للشباب، ولكن الاستعداد لكاس العالم كان غير جيد. مش تبي يسوون يعني. المفروض انه يتم الاهتمام به ويتم ايضا بعد ما ينتهي الموسم تفريغه تفريغ المنتخب هذا واعداده اعداد على مستوى عالي. الخيارات ايضا بالنسبه للاعبين اللي يشاركون من المنتخب الاول لك على ما اعتقد 3 لاعبين تختارهم انت على حسب المراكز وحسب احتياجات المنتخب. انت شفت المنتخب؟
شفت المنتخب اذا ما شفت المنتخب من يحتاج من يحتاج لعيبه فوق الثلاثة؟ شوف ما في شك ان احنا نحتاج بامانه نحتاج الى عدد من المراكز اللي هو لازم يكون عندك ليدر في خط الدفاع. ترشح مين افضل ليدر عندنا في الدوري؟ والله هذه شوف انا ما ارشح لا، لكن يجب انه يكون وجهه نظرك عادي انا حتى لو كان لي وجهه نظر لسبب معين. ايضا المدرب له وجهه نظر اخرى، هو المدرب سعد الشهري فكر شاب وفكر انا فكر قديم انا طيب. دربت سعد الشهري فانا شوف فوق 60 سنه يختلف عن طيب فكر الليدر او المركز الثاني اللاعب الثاني ما ولا كلهم ما حد لازم هو اللي يختار لا طبعا لازم ليدر الباقي في خط الدفاع وبعد ذلك انتقل لاحتياجات الفريق. هو الان عاش معهم فتره المباريات مختلفه على مساله الاسترجاع الجميع يشكرون قدموا جهد عالي ايضا الدعم اللا موصول يعني احنا بعد المباراه بعد التاهل على طول رئيس الهيئه العامه للرياضه لكل لاعب 200,000 ريال بسبب التاهل لم ينتظر هنا المفروض المكافاه تكون في وقتها المناسب تعطي دافع معنوي وتحفيز للاعبين. طيب اللاعبين تحفيز مهم لهم وكذا. مدرب الوطني صراحه اذا استلمت الكره السعوديه يشرف بصراحه يعني في بعض الكثير من الحالات ما أقول بعض الكثير لكن أنا أشوف عدم الاهتمام في يعني معاملته باللي يستحق. اسمح لي هذه أقول لك النقطة هذا العيب منا وفينا والخلل يعني أنا المنتخب متأهل ونجد ناس يقول لك والله أنا ما اقتنعت بسعد الشهري وسعد الشهري مو مدرب كويس. طيب أنا اسمح لي أقول له من أنت وماذا تمثل رأي أنت إذا كنت رأي. إعلامي لا إعلامي إيه بس لا تجي تقول والله أنا ماني مقتنع فيه وما هو مدرب كويس لأهواء لا أنا أبغى تعطيني رأي فني. طغيان الأندية طغيان الأندية الإعلاميين تقصد أي الإعلاميين على لا مدرب يحقق لك إنجاز بعد ربع قرن هذا الإنجاز الثاني بمدرب وطني. الإنجاز الأول السابق كان للكابتن خليل الزياني الله يعطيه الصحة والعافية ومتعه بالصحة والعافية موجود بيننا زين ولا لا. الآن هذا سعد الشهري بعد ربع قرن يجب أن إحنا نشكره وندعمه زين ولكن لا نكسر مجاديفه. احنا الان كيف ندعمه؟ كيف ندعمه؟ ندعمه ان المدرب الوطني يستمر وحتى في الانديه رئيس الهيئه العامه للرياضه اصدر طبعا كيف يستمر قصدك؟ يستمر انه في المنتخب وندعمه وبيبقى في المنتخب وبينشال مثل اي المدربين لكن كيف ندعم انا مع لا لا شوف في الانديه لا لا في الانديه شوف لا نتكلم صراحه في الانديه اللي حصل ان الان صدر قرار رئيس الهيئه العامه للرياضه فرق الدرجه الثانيه والثالثه لازم مدربين وطنيين البرامج التطويريه في الاتحاد السعودي اكثر من رائعه دعمهم وتواجدهم لا وتواجدهم والهيئه العامه للرياضه هي اللي حتدفع يعني انت ايضا حيخف عنك عبء كبير وكاهل كبير. بما انك في الاخباريه ان شاء الله اذا فازوا بكاس اسيا نحتفل معك ان شاء الله في هنا في الاخباريه باذن الله. ان شاء الله باذن الله ما دام هناك يعني دعم متواصل من القياده العليا فنعتقد ان باذن الله ان شاء الله ان نكون متواجدين. يعطيك العافيه كابتن يوسف. نشاهد معكم اعزائي المشاهدين احتفاليه اللاعبين والجهاز الفني بعد الفوز على المنتخب الاوزبكي والتاهل لاولمبياد طوكيو. يعطيك العافيه. منتخبنا اليوم واخر عن طريقه جاكم الاعصار ما شيني هذه الأجواء الجميلة في احتفالات المنتخب والخبر الجميل أيضا إلى جبل السودة والأجواء الأجمل أيضا الأجواء الطبيعية. انضم معنا من أبها مراسلنا عبد الرحمن سمير. عبد الرحمن مرحبا فيك وعطنا الأجواء من عندك. مساء
مساء الخير زميلي فيصل، مساء الخير مشاهدين الكرام. نحن الآن في أعلى قمة في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في جبال السودة. هذه الجبال التي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 3000 متر وأكثر من 9000 قدم اللي تكون جاذبة للضباب والأمطار والأجواء المميزة دائما على مدار العام. الجدير بالذكر أن هذه المنطقة تستقطب عدد كبير جدا من الزوار من داخل وخارج المملكة اللي تكون وجهة سياحية مميزة، وخاصة أنها أو خاصة أن يوجد بها قصور أثرية قديمة تعود لأكثر من 100 و200 سنة. ولعلي أستضيف معي الآن أحد أهالي قرى السودة الأستاذ عبد العزيز أبو سراح. حياك الله أستاذ عبد العزيز، ودي تحدثنا عن أجواء السودة على مدار العام. حياكم الله يا أهلا وسهلا. طبعا السودة منطقة خلابة وقد تكون فريدة من نوعها في على مستوى الوطن العربي، حيث صيفا لا تتجاوز درجة الحرارة 15 درجة مئوية، والشتاء احنا الان في فصل الشتاء، وايضا ربما احنا في طريقنا الى هنا وجدنا مرتادين ومحبين لهذا لهذه الاجواء. اجواء الشتاء دائما تكون غائمه بضباب، يكونون الفوتوغرافيين عشاق الطبيعه حريصين على التقاط مثل هذه اللقطات الفريده. الصيف عاد قد تكون فريده كونها منطقه في شهر اغسطس درجه حرارتها لا تزيد عن 15 درجه مئويه، امطار شبه يوميه، فطبيعي في مثل هذه الأجواء والحر يحيط بأغلب مناطق المملكة أن تجد مثل هذه الأجواء وأن تكون جاذبة للسياح ومرتديها من المملكة ومن خارج المملكة. جميل. ودي تحدثني أيضا عن كيف إقبال الزوار وأيضا ردود فعلهم وهم يأتون للقصور الأثرية القديمة جدا. قد نكون محظوظين مثل هذه القصور موجودة في هذه المنطقة الجميلة. زوارنا يعني على يعني فئات مختلفة، منهم من أبناء المنطقة ومن خارج المنطقة، وأحيانا تأتينا وفود من خارج المنطقة. نعتز بهذه القصور كونها موجودة في السودة. الزيارات شبه مستمرة. التنسيق عادة ما هو ليس عادة بس أصبح حتى من خارج المملكة لزيارة مثل هذه القصور، وسعيدين بأن إضافة جميلة لهذه المنطقة الجميلة. عبد العزيز أبو سراح يعطيك العافية وشكرا لك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله يا أهلا وسهلا. إذا زميلي فيصل، وسط هذه الأجواء الباردة ودرجة الحرارة 4، أرجع لك بالكلمة، وهذا كل ما لدينا الآن من السودة. يعطيك العافية حبيبي. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تنظم الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار بالتعاون مع وزارة النقل منتدى الخطوط الحديدية 2020، أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة، وسيناقش في المنتدى عدد كبير من وزراء النقل ورجال الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث يمثل المنتدى منصة فريدة لاستكشاف التقنيات الحديثة والأساليب والتقنية المتطورة في قطاع السكك الحديدية. وينضم معي عبر الهاتف عمار النهدي المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي بشركة سار. حياك الله أخوي عمار، هل لك أن تطلعنا على عن هذا المؤتمر الذي يعتبر أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية؟ ما هي الجهات المشاركة أيضا، وماذا عن جلسات المنتدى؟ أولا أشكركم على طرحكم لهذا الموضوع المهم والذي هو يسلط الضوء على هذا المنتدى، واللي هو هذا المنتدى هو بوابة هامة لاتجاه انفتاح المملكة في قطاع النقل بشكل عام. طبعا زي ما ذكرت أخوي أن هذا الحدث هو أول حدث للخطوط الحديدية يقام في المملكة العربية السعودية. استقطبنا في هذا المنتدى وزراء ومختصين من شركات ومن خبراء للنقاش في هذا الموضوع، لأننا نركز ونعرف أن هذا الهدف الرئيسي للمملكة أن تكون أحد المنصات الاستثنائية واللوجستية في العالم. فسعينا وهدفنا في هذا المنتدى إلى تطور شرح وتوضيح وتسليط الضوء على تطور ونمو قطاع السكك الحديدية في المملكة، بالإضافة إلى إبراز هدف المملكة وإبراز مركز المملكة الرئيسي في هذا القطاع. بشكل عام المواضيع اللي سيتم التركيز عليها في المنتدى في جلسات الحوار والمحاضرات وورش العمل
تركزت على 6 نقاط رئيسية اللي هي اللوجستيات وفرص الاستثمار في المملكة والحلول والخدمات والتكنولوجيا والسلامة والبنى التحتية. الشكل العام للمنتدى بيكون فيه معرض ومنتدى، واليوم الثالث تكون جولة لأهم المراكز قطاع التك الحديث في المملكة. سيكون هناك جولة لمراكز لمبنى شركة سار ومحطة القطار، وكذلك زيارة لمركز الزوار للمترو، بإضافة في نهاية هذه الجولة تكون زيارة لمنطقة الدرعية للضيوف في هذا المنتدى. هذا بشكل بسيط ومبسط عن المنتدى بشكل عام. جميل أستاذ عمار، أيضا تساؤل حول من المستفيد الأكثر، يعني شركة سار، المستثمرين في هذا الجانب، الشركات اللي بتستثمر، ودنا أيضا تكون الفائدة، وش اللي أنتم ترجونه من هذا المنتدى؟ أولا زي ما ذكرت في البداية أن الهدف من أهم الأهداف هو جلب الاستثمارات للمملكة وتشجيع المستثمرين خارج المملكة لإدخال استثمارات لدعم هذه الصناعة، مما يحقق أحد أهداف الرؤية بجعل المملكة منصة لوجستية. كذلك جلب الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لنقل الخبرة والمعرفة للمهتمين في القطاع من مهندسين وأبناء هذا البلد في خطوط الحديدية وغيرها في مجال، يعني في ممكن توقيع اتفاقيات ومثل الأشياء هذه؟ لا، لن يكون هناك توقيع اتفاقيات، لكن ستعقد على ضوء هذا المنتدى العديد من الاجتماعات والخطط مع الشركات. ممتاز. العالمية. شكرا لك أستاذ عمار. تتميز المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية كمنطقة ساحلية باحتضانها لمراكز تدريب السيدات السعوديات على الغوص، ومنحهن أيضا شهادة تدريب معتمدة، حيث بلغ عدد الخريجات أكثر من 400 متدربة معتمدة. تعد رياضة الغوص من الرياضات الشائعة والممتعة في العالم، حيث التحدي واستكشاف الأسرار المدفونة والتي لا يمكن معرفتها إلا بالولوج إلى أعماقه. قدرت أني أخذ كورس غوص تقريباً 2015، لحد ما جاني طموح أكبر وأكبر أني أخذ الليفلات كلها، والحمد لله الحمد لله وصلنا إلى لهذا الإنجاز. استعدادات مهمة تتعلق بالسلامة وبالتأكد من جاهزية أدوات الغوص يقمن بها الغواصات، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل النزول تحت الماء. ضميت لهذا الكورس الحمد لله، كانت مرة فرصة حلوة وكانت شيء أضاف لي في المجال هذا، وإن شاء الله حابة أكمل لحد ما أوصل إن شاء الله لكابتن غوص. كان عندي رهبة قوية في البحر، من البحر أخذت دورة غوص في عام 2013، وبعدها قدرت أكسر حاجز الخوف. صرت من حبي إلى البحر ومن حبي إلى هواية الغوص خطوة بخطوة لين ما وصلت الحين لمرحلة مساعد مدرب غوص. والحمد لله رؤية 2030 أعطتنا مجال كبير للمرأة. الحصول على رخصة التدريب في الغوص للسيدات متاحاً، وذلك بعد أن تجتاز المتدربة مراحل التدريب على المستويات المختلفة، لتتمكن بعد ذلك من الحصول على شهادة الغوص ومن ثم السماح بممارسة هذه الرياضة. استطاع الكثير من الفتيات السعوديات الحصول على رخصة التدريب والغوص إلى أعماق تصل أكثر من 30 متراً في سواحل المنطقة الشرقية. هدى الغامدي، الإخبارية، الدمام. تنضم معنا من الدمام مدربة الغوص فاطمة السعيد. أهلا بك فاطمة. مهنة الغوص سابقا كانت رجالية بحتة، شو اللي تغير في الجانب هذا؟ والشيء الآخر أيضا، شو اللي ميزة عن السباحة؟ يعني هل الغوص يختلف، وفوائد الغوص برضه عشان يعني نعطيكم تسويق أكثر؟ أهلا وسهلا. طبعا الغوص يعتبر مصدر مهم، أوكي، في إعداد كوادر بشرية،
تأهيلها بشكل أنه يعطوها مهارات وكفاءة عالية. طبعا هذا التلبية لاحتياجات النمو الاقتصادي في ظل رؤية 2030. برز لنا دور المرأة السعودية في المجتمع كدور فعال في تعلم الغوص، سعت مراكز المنطقة الشرقية إلى توفير بيئة آمنة وتوفير الأسس الأعمدة الأربعة بالنسبة لتعلم الغوص، وهي توفير معدات وعلوم الغوص وخبرة الغوص بالإضافة إلى معرفة البيئة البحرية. طبعا دور المرأة برز بشكل ريادي محلي ودولي، إن هي أصبحت القوة المساندة للجهات الحكومية في البحث والإنقاذ، بالإضافة إن أعطاها ثقب نفسها طبعا، أوجد لها مكانة في المجتمع، وكذلك أوجد إن هي كونها عنصر فعال ومنتج في المجتمع. شو اللي يعني تشوفينه بالنسبة للإقبال على الغوص؟ تشوفين هناك إقبال كبير من الجانب النسائي؟ الحمد لله الإقبال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كان متزايد، تراوح تقريبا بالمملكة تعلم الغوص من قبل النساء قرابة أكثر من 2000. كم تعلمون النساء المبالغ؟ مبالغ؟ أي مبالغ اللي أنتم تدربونهم على وتعلمون مهارات بفلوس طبعا. أي نعم طبعا. المراكز المنطقة الشرقية كلها طبعا تتفق على أسعار طبعا مناسبة للجميع، إنه طبعا ما تكون أسعار غالية، خاصة أن هي تعزز مكانة المرأة وتساعد أن هي تكون عنصر فعال، فطبعا المبالغ جدا مناسبة للجميع. تقريبا قرابة 2000 شخص ما شاء الله، أعمارهم كانت تتراوح من 12 إلى 60 سنة. ممتاز. طبعا العدد في تزايد الحمد لله. شكرا لك أستاذة فاطمة السعيد. أهلا وسهلا. الآن أعزائي المشاهدين ننتقل بكم إلى زميلنا محمد ومعه دقائق إخبارية. إليك محمد. يعطيك العافية فيصل. شكرا. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غدا الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بحضور ولي العهد، وتشكل هذه الرعاية الملكية تكريما لملاك وجمهور الإبل. انطلق المهرجان في 15 من ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل، كما احتوى سباقات الهجم بأشواطها 252 شوط والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال. قال وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل جبير أنه لا يمكن التفاوض مع دولة تريد الدمار مثل إيران، وأضاف الجبير على هامش لقائه وزير الخارجية المجري أن على إيران تغيير سلوكها قبل التفاوض. وأوضح الجبير أن المملكة تريد لحرب اليمن أن تنتهي عبر اتفاق سلمي دون هيمنة أي جانب على الدولة اليمنية. وأكد الجبير التمسك بحل الدولتين في القدس وفق قرارات مجلس الأمن، موضحا عدم وجود علاقات للمملكة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي. أصدرت أمانة منطقة الرياض قرارا بوقف تركيب السيراميك في جميع المشاريع التنفيذية والتشغيلية الجديدة، وأوضحت الأمانة أن الدهانات الأرضية ستكون بديلة عن عيون القطط والتطبيق تدريجي ويشمل إعادة السفلتة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية استفادت منها 50 أسرة من النازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب. كما وزع المركز اليوم أكثر من 1242 سلة غذائية في تجمعات بالقرى المحاذية لمحافظة صعدة، واستفاد منها أكثر من 7000 شخص. وفي ذات السياق قدمت العيادات الطبية الطارئة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لأكثر من 150 ألف شخص في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال عام 2019 بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الكشف عن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الثلاثاء المقبل. ووصف ترامب خطته بالممتازة، مشيرا إلى أنه يرغب بالتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين سارعوا إلى تأكيد رفضهم لهذه الخطة.
وكانت واشنطن قد أعلنت في وقت سابق أن ترامب سيلتقي نتنياهو في البيت الأبيض لبحث تطورات عملية السلام. إلى العراق، حيث ذكرت وسائل إعلام عراقية أن مواجهات متقطعة وقعت بين القوات الأمنية والمحتجين، وأكدت مصادر أمنية عودة المصادمات بين المتظاهرين والقوى الأمنية على الطريق الحيوي في العاصمة العراقية وسقوط قتيل وإصابة 7 محتجين بحالات اختناق إثر إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع. وأفادت شهود عيان بأن مسلحين يستقلون حافلات نقل جماعي أطلقوا الرصاص الحية على المتظاهرين. بهذا الخبر انتهى موجزنا السياسي، والآن أعود إلى زميل فيصل. شكرا لك. تعتبر توسع السعودية ثالثة من أكبر التوسعات التي شهدتها المسجد الحرام من حيث المساحة واستيعاب أعداد المصلين. ومن أطهر بقاع الأرض ينضم معنا مراسلنا أيمن الثبيتي من مكة المكرمة. قل لنا الأجواء، إليك أيمن. شكرا زميلي، احييك واحيي كافه متابعي قناه الاخباريه، ونتحدث اليك من هنا من المسجد الحرام، تحديدا من التوسعه السعوديه الثالثه. هذه التوسعه المباركه التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، هذه التوسعه التي تستوعب الى ما يقرب من 300 الف مصلي، توسعه مباركه يستفيد منها المعتمرون والزوار على مدار اليوم. للحديث أكثر عن هذه التوسعة المباركة وجماليات هذه التوسعة أستضيف سعادة المهندس فارس بن محمد المطرفي، وهو مدير عام التوسعة السعودية الثالثة هنا في المسجد الحرام. مرحبا بك معنا مهندس فارس عبر قناة الإخبارية. توسعة سعودية يستفيد منها المعتمرون والزوار، أهم مكونات هذه التوسعة السعودية الثالثة. مبدئيا رحب بكم، وأريد أنوه للشكر للقناة السعودية وممثلة في القناة الإخبارية لتسليط الضوء على خدمات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لما تقتضيه من تتطلع إليه من استقطاب ورفع الاستيعاب للتوسعة لتصل إلى 1,050,000 حاج على مساحة تعتبر من أكبر وأضخم التوسعات، وهي مساحة 1,200,000 متر مربع وأكثر تقريبا. أهم مكوناتها، مكونات التوسعة السعودية الثالثة. مكونات التوسعة السعودية الثالثة ثلاثة مكونات: مبنى التوسعة والساحات والجسور الخارجية وكذلك المصاطب. زي ما ذكرت أن التوسعة تعتبر أضخم توسعة لما تتطلع إليه رؤية المملكة لاستقطاب 30,000,000 حاج في 2030، مما يدل على اهتمام القادة وولاة أمرنا بخدمة البيتين الشريفين وقاصديهما. طبعا يستفيد منها المصلون المعتمرون على مدار اليوم هذه التوسعة في جميع صلواتهم. التوسعة مفتوحة على مدار 24 ساعة، وتعتبر تحتوي التوسعة على تقنيات عالية جدا، منها نذكر من هذه التقنيات تحتوي التوسعة على 78 باب تصل إلى 120 باب بالأبواب الإلكترونية، كما تحتوي على نظام صوتي حديث جدا يحتوي تقريبا على 6,600 سماعة، وتحتوي على تقريبا 22 أو 24 كاميرا، ستصل بإذن الله إلى 42 أو 45 كاميرا تلفزيونية. كما تتصل التوسعة من الساحات الشمالية بجرول وجرول والحجون، تتصل بأنفاق يصل طولها إلى 1,000 متر. هذه الأنفاق مخصصة للمشاة، نعم، وتوجد بها مسارات خاصة لعربات الطوارئ. هذه المسارات الخاصة يكون بها عربات الطوارئ في المواسم. نعم. طيب
أشكرك سعادة المهندس فارس بن محمد المطرفي مدير عام التوسعة السعودية الثالثة زميلي. كما تشاهد هذا باب الملك عبد الله وهو يعتبر من أكبر الأبواب وأفخمها هنا في المسجد الحرام. أيضا التوسعة تحتوي على أكبر قبة متحركة هنا في الحرم المكي الشريف، منجز يعتبر من أهم المنجزات الحيوية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للمعتمرين والزوار. نسأل الله العلي القدير أن تكون في موازينهم واستفاد الضيوف الرحمن على مدار اليوم من هذه التوسعة السعودية الثالثة. نعم. شكرا لك أيمن. ونعود للأخبار الدولية. الفيروس الغامض بدايته كانت في مدينة ووهان الصينية، وسرعان ما انتشر هذا الفيروس. في آخر إحصائية أعلنت عنها الصين إصابة قرابة 600 شخص ووفاة أيضا 25 آخرين، حيث أعلنت فرنسا عن تسجيل حالات إصابة بهذا الفيروس. الفيروس الغامض بدايته كانت من مدينة ووهان الصينية، وسرعان ما انتشر هذا الفيروس. وفي إحصائية رسمية ذكر التلفزيون الصيني ارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس الجديد إلى 571 حالة ووفاة قرابة 20 شخصا. الفيروس الغامض انتشر في الدول المجاورة للصين، حيث اكتشف حالات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وتايوان، والتي سجل فيها خلال الأيام الماضية حالات أصيبت بهذا الفيروس. هذا الفيروس الذي بدأ في الانتشار كانت انطلاقته من مدينة ووهان الصينية، والتي طالبت بدورها منظمة الصحة العالمية الحكومة الصينية وكافة المستشفيات في مختلف أنحاء العالم باتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من مخاطر انتشار واتساع هذا الفيروس. كما أعلنت مدينة ووهان والتي يقطنها نحو 9 ملايين شخص إغلاق وسائل النقل العام مؤقتا في محاولة لوقف تفشي العدوى. الفيروس الغامض أو كورونا الجديد يعد نوعا جديدا من الفيروسات التي قد تسبب أمراضا لدى الإنسان كالزكام، ولكنها تتطور وتكون مسببة في الوفاة. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الاخصائي في الطب الوقائي الدكتور فيصل الدوسري. دكتور فيصل مرحبا فيك. طبعا يعني تكلمنا قبل الهواء عن هذا الفيروس، وانه وصل الان يعني حسب معلوماتك دكتور فيصل انه وصلت 1300 اصابه و 41 وفاه، معناته انه قاعد يزيد بشكل. وتكلم عن الصين، يعني ايش معنى الصين دكتور فيصل؟ يعني والله أول شيء أتكلم عن الفيروس هذا من سلالة كورونا فيروس أو ما يسمى بالفيروس التاج المستجد، وهو فيروس شبيه إلى حد ما إلى حد 70% بفيروس كورونا سارس اللي كان في الصين عام 2000 ظهر في الصين عام 2003 وأصاب قرابة 3000 شخص. وبالنسبة سبب الانتشار العدد الكبير يعني بسبب أنهم اكتشفوا التسلسل الكود الجيني لاكتشاف الحالات الفيروس، فهذا سبب وجود الحالات بشكل كثير لأنهم اكتشفت بشكل مبكر، وهذا لله الحمد والنعمة. طيب كيف ممكن نسوي وقاية من هذا الفيروس؟ هذا أهم سؤال. شوف الوقاية إذا طبقت بشكلها فبنحد منه وبنحد من انتشاره. هي بشكل بسيط يعني المحافظة على نظافة اليدين بالماء والصابون، الحد من انتشار عن طريق تجنب مخالطة الآخرين المصابين بأعراض تنفسية،
لبس الكمامة الواقية في الأماكن المزدحمة، وأيضا تجنب الاختلاط بالحيوانات سواء حية أو ميتة. طيب الفيروس هذا أعراضه تختلف عن القديمة؟ شوف الفيروسات بشكل عام تكون أعراضها يعني تمثل بارتفاع في درجة الحرارة، إنهاك في كامل الجسم، السعال، وفي الحالات اللي سجلت وجد فيها ضيق في التنفس، بما أن كورونا فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي. طيب هل المنطقة لها دور، المناخ لها دور في انتشار؟ شوف صحيح، شوف الفيروس عبارة عن كائن حي، فيلجأ للتكاثر والانتشار من أجل حفظ نوعه، فعن طريق اتخاذ الإنسان أو الحيوان كمضيف. في فيروس كورونا بشكل خاص يعني هو دائما ما يصيب الحيوان، لكن في حالات نادرة ومعينة يصيب الإنسان لاستكمال دورة حياته. طيب الفيروس بشكل أو بآخر إذا أصيب هل اكتشفوا له علاج؟ إلى الآن لا يوجد علاج أو لقاح للفيروس، لكن للأشخاص المصابين بأعراض تنفسية ننصحهم بعدم مخالطة الآخرين، تغطية الفم والأنف بمنديل أو بباطن الكوع، بغسل يدهم بالماء والصابون. شكرا لك دكتور فيصل. حياك الله يعافيك، تسعدني صدرك. تجددت المواجهات ما بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية وسط العاصمة بغداد، في وقت صعد فيه المتظاهرين احتجاجاتهم في عدد من محافظات الجنوب والوسط، مع تزايد عمليات الاعتقال والاختطاف الذي يتعرض له الناشطون العراقيين. وتيرة المصادمات تصاعدت بين المتظاهرين في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية المنتفضة والأمن الذي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريقهم، ما تسبب بسقوط 10 قتلى وجرح 200 آخرين. المرحلة الأولى كانت الإبقاء على ساحات التظاهر في أماكن محددة، انتقلوا إلى المرحلة الثانية، قطع الطرق الرئيسية، المحاور المؤثرة على الاقتصاد وعلى الوضع العام في البلد، ليعطوا الصورة الجديدة للمواطن العراقي بأنه يجب أن يتم الالتحاق بكل ساحات التظاهر. قوات الأمن فشلت بمحاولات فتح طريق محمد القاسم الذي يقطعه المتظاهرون منذ عدة أيام، حيث تشهد منطقة الجيلان وساحة الطيران اضطرابا إثر محاولات القوات الأمنية تفريق المحتجين بالقوة. وتجددت عمليات الكر والفر بين متظاهري منطقة الدورة جنوبي بغداد، والتي شهدت مناوشات بين عناصر الأمن والمتظاهرين ومحاولات لتفريقهم، وانتشر عناصر الأمن في الأزقة والشوارع محاولين منع خروج المتظاهرين. حدة الغضب تصاعدت في محافظة البصرة بموازاة تصاعد العنف الذي تتعمده عناصر الأمن وهجمات المجامع المسلحة ضد المتظاهرين. وفي كربلاء أطلق عناصر الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين الذين يغلقون الدوائر لاستمرار الإضراب العام، وتم تسجيل عدة إصابات. وشهدت محافظة ذي قار تظاهرات ومناوشات تخللها إطلاق نار من قبل الأمن الذين حاولوا فتح الطرق التي يقطعها المتظاهرون، كما يستمر محتجو محافظة الديوانية بقطع الطريق الذي يربط المحافظة بمحافظة النجف، فضلا عن قطع العديد من الطرق الفرعية الأخرى. ويتواصل التصعيد في ساحات التظاهر، حيث تشهد بغداد ومحافظات الوسط والجنوب مواجهات مع القوات الأمنية وقطع للطرقات والجسور وغلق للدوائر الرسمية. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. الحديث عن الملف العراقي، انضم معنا في الباحث في الشأن السياسي الدكتور مناف عبد المطلب. دكتور مناف مرحبا فيك، تسمعني دكتور مناف؟
نعم أسمعك أسمعك. نعم. الدكتور مناف، الشعب العراقي بالألاف في المظاهرات وهذه الثورة، المطالبات، هل هي هذه المطالبات يعني صعبة لدرجة أنه لا يتم تحقيق يعني مطالباتها، الحل لتنتهي الثورة أنه الاستجابة للمطالبات، هل المطالبات صعبة لهالدرجة؟ أستاذ فيصل، في البدء أنا أحييك ويحيي جميع متابعي ومشاهدي قناة الإخبارية. يعني لا أبدا مو صعبة، المطالبات واضحة والجميع يعترف ويقر بأنها مطالبات حقيقية واقعية قانونية دستورية، وبالتالي يعني أنا أعتقد أن سقف المطالبات اليوم الذي يشمل عملية تغيير شكل النظام السياسي، والذي ربما حصل على البعض من مما يريده المتظاهرون من خلال الضغط الجماهيري والضغط التظاهري من 1/10 لحد هذا اليوم، وهو يعني إجبار الحكومة على الاستقالة، تغيير قانون الانتخابات، تغيير المفوضية العليا، تغيير قانون المفوضية العليا. اليوم يعني بدأت أنا أعتقد أن المطالب المتبقية هي مطالب يفترض أنها تكون مطالب يعني أسهل من المطالب السابقة، لكن على ما يبدو أن بعض الكتل السياسية لحد هذا اليوم يعني ما زالت مختلفة في يعني في كيفية التعامل، أو ما زالت تحاول أن تماطل أو تحاول أن تسوف أو تحاول أن تستغل الوقت للضغط على المتظاهرين للذهاب، لأن المطلب القادم هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وبالتأكيد أغلب المكونات السياسية هي لا ترغب بالذهاب إلى انتخابات مبكرة لأنها تعلم أن الكرة سوف تنتقل أو سوف تعود إلى المتظاهرين وإلى الجماهير، وبالتأكيد عودة الكرة معناه أن هنالك تغيير سوف يحدث في المشهد السياسي العراقي القادم. دكتور مناف، شكرا جزيلا لك لوجودك معي في هذا الحلقة. منذ أكثر من نصف قرن مرت محافظة الخفجي بأحداث تاريخية، منها تصدير النفط وحرب الخليج، إذ وثقها حميد الزير في كتاب الصادر قبل 13 عاما ليكون مرجعا وثائقيا للأجيال القادمة. أحداث خالدة في التاريخ مرت بها محافظة الخفجي منذ أكثر من نصف قرن، منها تصدير أول شحنة نفط وإعصار تورنيدو وحرب الخليج. العم حميد الزير ذو 71 عاما دون معلومات عن هذه المحافظة في كتابه الصادر قبل 13 عاما بعنوان مدينة الخفجي تاريخ وأحداث. يحتوي عن نشأة الخفجي من كانت لا بشر لا شجر لا حجر، وحطينا المقاولين القدامى اللي كانت الخفجي تفتقر لخدماتها، منها الكهرباء ومنها الماء ومنها المواد الغذائية. كانت الخفجي عبارة عن عشش من الخشب والصفيح. الزير أكد أن كتابه تاريخي وثائقي، اعتمد في تأليفه على وثائق ومخطوطات ومساعدة أعيان المحافظة وما لديهم من معلومات موثوقة، يهدف من خلال ذلك إلى وجود تاريخ يضم معلومات كمرجع للأجيال القادمة. كنت أدخل الخفجي بجواز سفر، والكويت بجواز سفر عن طريق الأدعمي، تعرف هناك، فسألت نفسي أنا أدخل الخفجي بجواز سفر وأدخل الكويت بجواز سفر، المنطقة هاي شو يسمونها؟ فهمتني؟ قالوا هاي يسمونها المنطقة المحايدة. الجزء الثاني من كتاب الخفجي سيرى النور في العام الحالي 2020 ليتبع ما بدأه الزير في الكتاب الأول. أحمد غالي، الإخبارية، الخفجي. شاب من ذوي الإعاقة الحركية اجتهد ووصل إلى النجاح وحصل على جائزة الملك خالد لتأسيس برنامج توظيف لذوي الإعاقة من محافظة الطائف، نتابع. قد تتغير حياة الإنسان بين عشية وضحاها،
وقد يواجه بعض النوائب التي لم تكن في الحسبان. وها هو أحمد الذي تعرض لحادثة أدت إلى بتر أطرافه بالحال، ولكن مسيرته الحياتية لم تتوقف. تزوج ورزق بطفلة كالزهر تساعده في كل تحركاته. طبعا قبل 23 سنة أنا كنت في المكان هذا عبارة عن ثلاث قطاع، جسد ورجل اليمين ورجل اليسار، يعني اليمين من تحت الركبة واليسار من فوق الركبة، والحمد لله يعني صح أنها مؤسفة لكنها جعلت مني الحمد لله شخص إن شاء الله أكون ناجح. بعزيمة لا تلين ومن يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، حصل على جائزة الملك خالد رحمه الله لتأسيسه برنامجا للتوظيف، وأطلق عليه شبكة وساطة الذي من خلاله يستطيع ذوي الإعاقة أن يحصل على فرصة عمل، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 2500 شاب وشابة. شبكة وساطة طبعا بدت بعد ما أنا في حصولي على وظيفة. الفكرة بدت في 2011 الحمد لله، أسسنا الموقع ونشرناه وقدرنا نوصل إلى توظيف أكثر من 2500 شخص حول المملكة. في 2015 رشحت جائزة الملك خالد لفرع شركاء التنمية، الحمد لله حصلت على المركز الثاني، وكرمت من قبل والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. مهند هو أحد المستفيدين من شبكة وساطة لتوظيف ذوي الإعاقة، يعمل بجد واجتهاد في أحد القطاعات الخاصة بمحافظة الطائف. دوري أنا كان زي أي شخص متقدم في هذه الشبكة، دخلت الشبكة وقدمت والحمد لله كان التجاوب سريع جدا معايا من هذه الشركة، وتم توظيفي الحمد لله، والآن أنا مستمر في الوظيفة قرابة السنة. المعاق إنسان طموح كسائر البشر، لا يحب الهزيمة ويستطيع أن يصل إلى النجاح مهما كانت العقبات. للإخبارية أحمد الدعاك، الطائف. في دقائق حرة، شاعر سعودي ينقل الشعر النبطي للقارئ الأوروبي بشكل مختلف وباللغة الألمانية الدارج نطقها في كل من النمسا وسويسرا، بعد اعتماده في ألمانيا شاعرا نظيرا لجهوده الأدبية المتميزة. ضيفنا اليوم الشاعر والأكاديمي الدكتور مالك الوادعي. دكتور مالك مرحبا فيك. الله يحييك، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا دكتور مالك أيضا أستاذ الترجمة والعلوم الألمانية. الدكتور مالك، شو الفائدة أنه نترجم الشعر إلى لغات أخرى؟ والله الحقيقة الفائدة عظيمة، ومن المعروف أنه نقل العلوم والشعر تحديدا والآداب لا يمكن نقلها إلى المتلقي أو المثقف في الآخر إلا عبر قناة الترجمة. يعني الترجمة هي الحل الوحيد لنقل ثقافتنا وخصوصيتنا إلى الآخر، والعكس سواء الثقافات الألمانية أو الفرنسية أو الأوروبية بشكل عام أو أي ثقافة كانت. طيب الشعر، هل في إمكانية أنه الشعر الشعبي أو النبطي يسمى أنه يترجم؟ والله هذا سؤال كبير تعقد فيه مؤتمرات ويعمل عليه باحثين كثر. النظرية تقول أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل نقل الأشعار أو الخصوصيات الثقافية إلى الثقافة الأخرى، لسبب أنه كل مجتمع له ثقافته الخاصة وله الخط الذي يختلف عن الأمم والثقافات. أنا قصدي القصيدة إذا كتبت الشعبية تترجم، ما ينفع تترجم؟ ليست كل قصيدة تصلح للترجمة، السبب ليس لأن القصيدة فيها عيب أو خلل، ولكن المتلقي هل سوف يستقبل القصيدة ويفهمها شعوريا وفكريا؟ طيب شو الفرق، بما أنك أنت تترجم، شو الفرق بيننا شعوريا إحنا كعرب وما بين الثقافات الأخرى؟ يعني في بعض النصوص العربية قد تكون المتلقي يقولون صح لسانكم؟ يقولون ولكن بطريقة أخرى. يعني هذه يمكن من الأشياء اللي فيها صعوبات كثيرة لنقل المصطلح للخصوصية في الثقافة العربية والسعودية تحديدا إلى المتلقي على سبيل المثال الألماني. صح لسانك، هذه ثقافة سعودية قد لا تكون موجودة في الثقافة الألمانية، يكتفون بكلمة شكرا، ولكن من الممكن ترجمتها وقد تلاقي صدى
لدى المتلقي يعني. بس هم حتى ترجمتها يقول صح لسانك، وش دخل لسانك في صحيح كريم. انا ترجمتها شخصيا. طيب خلنا ليه تعطينا معليش الوقت مره سم. قصير عندنا، تعطينا بس شعر بال عندنا 20 ثانيه تقريبا او 30 ثانيه بالالماني ومن ثم بالعربي. طيب في قصيده كتبت في الاساس باللغه الالمانيه، اعطيكم مطلعها بالالماني ومن ثم انتقل بالعربي. عنوانها بالالماني فوغل زانك، وهي بالعربي غناء الطائر. دي فوغل جيشافن اين هي ادلا شتيم فاين دوخ فيت ساكت ايم دي شتيم نيشت مي فازي غاين غاب ايم يزونس نو فينيش فيل دوخ بيشيت ايم مي لايت. طويله انتقل. ايش معناها الترجمه؟ غناء الطائر هي باللغه العربيه كالاتي، طبعا انا حاولت اني اترجمها بطريقه مستصاغه لدى المتلقي العربي. الطائر طيب. المخلوق ذو الصوت العليم. عادي مدينة الدكتور لا. مالك شكرا جزيلا لك. الله يحفظك، سعدت بمقابلتكم. الله يعافيك. الشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على تخصيص وقتكم الثمين بمتابعتنا. تقبلت حياتي وتحيات باقي فريق العمل، الى اللقاء.